عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم ياسمين، واليوم نقدم حلوى الطورنو بالماشينة. نبدو بالمقادير. بسم الله، نحتاج 7 بيضات، كأس سكر، كأس مش مملوء بزاف زيت، كأس مايزينا، نحتاج 2 خميرة حلوى، وحدة لافاني، وللتنسيم نحتاج حبة حلاوة ومبشور قشور الليمون، ونحتاج الفارينة حسب الرغبة وتكون مغربلة من قبل. بسم الله، نبدو على بركة الله. نبدو بالسكر، نزيد 7 بيضات. بسم الله، وهاد الوصفة ناجحة. يجي قاطون تاعها خفيف وهشيش وما يبسش، ويقطع تاني كمية مليحة لبس بها. نخلطه مليح درجة. بسم الله، درك نضيفو الزيت. نضيفو لافاني. نضيفو هذا منسمات حبة حلاوة وقشور ليمون مبشور تاع قشور ليمون باش يعطيها بنة. دوك نضيفو مايزينا غير بشوية. بسم الله، نضيفو عليها الفارينة والخميرة كيميائية 2. دوك نستعملو اليد، نكملوا العجين باليد، نزيدوا الفارينة حتى نتحصلوا على عجينة طرية. مازال خاصها الفارينة ونعجنو. أنا دات لي قريب 1 كيلو غرام فارينة. إذن هذه هي العجينة، تحصلنا على عجينة طرية كما راكم تشوفوا. دوك نجيبو الآلة اللي باغي نخدمو بيها ونكملو. يعني هذه هي الماشينة اللي باغي نخدمو بيها كما راك تشوفو. هي في الحقيقة نتاع رحي اللحم، وحنا نستعملوها لهذا النوع من الحلويات. إذا نديرو العجينة
في وسط هاد الماشينه هنايا هكا، ونبداو نخدمه باش نتحصلوا على الشكل اللي رانا باغيين. بسم الله، هاكا نقطعو هنايا، نلفوه شويه ونقفلوه، ونحطوا نرشوا الفرينه ونحطوه، وبعد نديروه في الصينيه في فرن على درجه 160 ونحمروه من تحت ونزيدو نحمروه من فوق. اذا هذا هو الطورنو، بعد ما شكلناه نسخنوا الفرن على درجه 160 ومن بعد ندفعوه يطيب. الطورنو بعد ما طاب يجي رائع من ناحيه الشكل والمذاق، ان شاء الله تجربوه وينجح معاكم. ولازم نعطوه هذا اللون الذهبي، شوفوا كيفاه يجي هشيش وخفيف. وما تنسوش تدعمونا بلايك وسلام، الى الملتقى.